اذا نطمن الناس ونطمن الجمهور ان كل لاعبتنا وكلنا وكل البلد في حاله تركيز شديده جدا جدا عشان المباراه. بعتقد انه لاعبتنا واثقه في نفسها وعارفه قد ايه حلم المصريين بالوصول لكاس العالم، وقد ايه هم ان شاء الله مصممين يلعبوا كره كويسه ووصلوا ان شاء الله لكاس العالم. الشغل شغالين في معسكرنا في تركيز كامل في تحفيظ بعد النقله اللي عملوها في بطوله افريقيا، وانتوا حسيتوا بيها وكل الناس حست بيها ورد فعلها كان كويس. في تركيز شديد ان احنا ان شاء الله نأدي مباراه ترضي جمهورنا وترضي كل الشعب المصري ونوصل ان شاء الله لكاس العالم باذن الله. احنا بنوعد ان احنا روحنا تبقى قتاليه، ان ادائنا يبقى قوي، الهدف كبير جدا. طبعا السنغال فريق قوي وفريق كبير وعنده نفس الهدف، ان شاء الله كنا من نصيبنا الوصول لكاس العالم. دي حاجه كبيره جدا بنشكر عليها كل المسؤولين، لان المسؤولين حاسين بنبض الناس وحاسين قد ايه الجمهور يفرق مع اللعيبه، قد ايه اللعيبه مبسوطه ان هيكون في جمهور كبير جدا يملى الاستاد، وان شاء الله ان احنا ما نخذلهمش ونطلع بنتيجه ايجابيه باذن الله. مفيش كلام على الاختيارات، احنا بنتكلم دلوقتي على ان كلنا لازم نبقى كويسين. صلاح كويس وحالته كويسه جدا وان شاء الله يلعب ويسجل باذن الله. مش وقته الكلام ان انا اتكلم فيه في المعيار دلوقتي، لان احنا الفرقه دي المختاره كلنا بنثق فيها، وبعتقد ان كلكم لازم تثقوا فيها وتدعموها عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا واللي جاي يبقى احسن باذن الله.